ليدرشيب اليوم بيستضيف ساندريلا مجاعس، اختصاصيه بالموارد البشريه، استاذه جامعيه ومستشاره للشركات كمان. اهلا وسهلا فيك يا ساندريلا. لك كمان ان شاء الله سنه مباركه وسنه هيك فيها انطلاقه حلوه. بنحكي اليوم عن القياده اللي هي شغله كثير مهمه بحياتنا اليوميه. يمكن نعتبر انه قياده بس الشخص يلي بيكون وراه مجموعه او هو عم بيدير مجموعه، بس نحن فينا نكون قياديين بشخصيتنا. مزبوط. كمان بس انت جبتي لنا فيديو ونتعرف على القياديين، شو اللي بيجمعهم ونرجع نتابع. قبل ما نحكي عن قيادة، في عمل، في شغل. مزبوط. في شغل بشغف كتير كبير لحتى الواحد يكون عنده هيدي الشخصية. حبيت نبلش بالفيديو بس لنشوف شو القصص الكومن بين كل الليدرز، تبعدين نحكي كيف أهمية يكون عندنا مهارات إدارية. يعني دايما كان لازم ننقي انه do you want to be a leader or you want to be a manager، بدك تكون قائد او بدك تكون مدير. اليوم جينا لنقول بالنيو ساينس تبع المانجمنت انه لا، تتكون قائد عظيم بده يكون عندك مهارات اداريه، او كمان بنوصل لمحل ابدا ما فيه نجاح. فاذا اليوم بدنا نحكي كيف انه المهارات الاداريه المانجيريال سكيلز هن بيس وبيسكس لحيالله حدا بيطمح انه يكون ليدر بحيالله مؤسسه او شركه. بهالفيديو شفنا يعني كلمات بتعبر عن شخصيه كلها متكامله من مصر. كل النواحي، مش بس اداريا. مزبوط. يعني كمان في اذا بدنا نحكي اداره، في اداره عواطف واداره مشاعر واداره افكار، يعني في اداره على كل الاصعده. يعني مزبوط. هلا اليوم اهم شيء كنا بدنا نقول انه are you a leader or a manager، you have to be a manager to be a leader. يعني بدك تكوني اداريه ممتازه لتصيري توصلي تقدري تصيري قائده، لانه هي مرحله ترانزيشنال. يعني في ناس بتخلق بيقولوا born a leader، لا، الليدرشيب هي مهاره، عندي ميوسكل، عندي عضل، يا اما بشتغل عليه انه نميك اليوم لاقدر صير بالفعل انا قائد، او بدي اتركه. في ناس بتقرر هي باي تشويس، خياره انه انا لا، ما بدي اكون بموقع قياده، مشتريه راحتي والكونفورت زون تبعي وما بهمني اكون، وهذا الشيء بالفعل خيار يعني. ولكن اذا انت بتطمحي كانسان بمجتمع او بمؤسسه او بشركه انك تكوني اكثر من انه بس مانجر، واللي هو بجنن انه واحد يكون مقتنع انه هو مانجر، وشيء كثير حلو، ما فينا نكون كلنا عم نعمل قياده، بس اذا بتطمح انك تكوني اكثر، هيدا ميوسك، مهاره بدك تشتغل عليها. في ناس بتقرر تشتغل عليها، وفي ناس بتوصل بسرعه، في ناس تاخذ وقت اطول، في ناس بتقرر انه لا، ما بدي اياها. شو يعني مهارات اداريه؟ مهارات اداريه يعني organizational skills. اول شيء الليدر بعتقد قطع بحلقه سابقه شو هن المميزات تبع الليدر، كاركترستكس. اليوم نحن بدنا نركز على كم مميزه اللي هن اساسات، اللي هن بيلرز، عواميد. اذا الليدر ما عنده اياهم ما بيقدر يكفي،
اولا الكوميونيكيشن، اذا انا ما بحكي مع الجروب يلي انا بشتغل معه لوين بدنا نوصل، الفيجن تبعي، لانه شو بيفرق المانجر عن الليدر؟ المانجر هو شخص بيعمل شغله، الليدر هو شخص مانجز ذا بيبل يلي بيعملوا شغلهم. يعني انا كقائد او كليدر بدير الاشخاص يلي بيعملوا الشغل يلي مطلوب منهم. فاذا اهم شغله انه اكون اعرف اتعاطى مع الناس اللي موجودين معي، عندي رؤيه، عندي فيزيون، عندي محل بدي اوصل له. لنقول كابتن بتيار عنده محل بده يوصل له، بده يوصل من بيروت على ليتس سي لوس انجلوس. تيوصل من بيروت على لوس انجلوس في عنده تكنيكال سكيلز، في عنده مهارات اداريه، في عنده كرو بده يهتم فيه، في عنده الناس اللي موجودين بقلب الطياره بده يهتم فيهم. فاذا في كذا شغله بدي اكون عم بحكي مع الناس انه نحن رايحين اليوم من هون لهون، تنوصل رح يتطلب 1 2 3 4 كل شخص بالاختصاص تبعه. وهون اهميه الليدر انه يعرف تو كوميونيكيت، ذس از 1 2. للليدر تيكون شخص ناجح بده يكون عنده اذا بالعربي يمكن بيقولوا بيرسبكتيف، يعني بده يكون عنده ابعاد. ما في يكون انا اوكي في يكون بهدفي كاتيجوريك بدي اوصل على هدفي شو ما كان، بس بدي اكون قادره اسمع للناس يلي عندها بيرسبكتيف او وجهه نظر مغيره بيقولوا مغيره لإلي. فاذا بدي اكون عارفه اذا هالشخص يلي قدامي عنده وجهه نظر ثانيه بدي اكون قادره اتقبلها. ما في يضلني اقول انه هيدا صح بالمطلق او غلط بالمطلق، لا ما في صح بالمطلق او غلط بالمطلق، في انا وين واقفه. ما بعرف اذا بتتذكري بحلقه سابقه حكينا عن السيس والناف، عن السته والتسعه، انه اذا هلا انا بكتب سته انا بشوفها سته وحضرتك بتشوفيها تسعه، وهي نفس الرقم ونفس الورقه، بس كل واحد منا عم بيشوفها من برسبكتيف معين، من وجهه نظر، من موقع معين. فاذا انه اقدر اتقبل انه هالشخص الثاني عنده وجهه نظر مغيره لإلي. يعني بالمختصر احترام قدرات الاخرين، احترام اكثر انه من احترام انه تقدر تو موتيفيت هالعالم يعطوا احسن ما عندهم. لانه ليدرشيب از لاف ان اكشن، مايكل كولي بيقول ليدرشيب از لاف ان اكشن. يعني تقدر تكوني هالاشخاص اللي عم تعملي معها عم تشتغلي معها عن جد بمحبه. يعني ما فينا نكون وير فيكينج انه انا بحب الاشخاص اللي بشتغل معي بس لمصلحتي الشخصيه، لا بدي اكون عن جد اي كير فور ذم. اذا عندي تيم بدي اكون بالفعل عندي اهتمام ترانسبيرنت مع هالاشخاص اللي انا بشتغل معهم. اتس اول اباوت ذا بيبل. شيل الاشخاص من حيلا معادله، من حيلا مؤسسه، من حيلا شركه، من وطن، ببطل عندك حدا تو ليد. فاذا انت قوتك كليدر او كحيلا شخص عم بدير مؤسسه، شركه، منظمه، اني ثينج، اتس اباوت ذا بيبل. اذا ما عندك الاشخاص واقفين معك عم بيطلعوا على نفس الرؤيه يلي انت عم تتشاركي فيها معهم، then you are not a leader. فاذا ليدر بده يكون حدا كوميونيكيتس، وبده يكون حدا قادر يشوف البرسبكتيف تبع كل شخص. واهم من هيدول كلهم ليدر بده يكون حدا بيتحمل مسؤوليه. لما بيوقع الغلط او لما بيصير في مشكله كبيره بدي اكون قادره اكون اكاونتبل على الشيء اللي صار معي. بدي اقوم اوقف قدام الكل واقول ذس واز ماي ميستيك، حتى لو ما كانت غلطتي بدي اقوم اقول انا بتحمل المسؤوليه. كمان لما بده يكون في مش غلطتي بس مش انا غلطة. بتحمل المسؤوليه، بتحمل المسؤوليه، ما ضروري اقول غلطتي او مش غلطتي، غلطه بالاساس لا غلطه يعني، لانه حتى لو ما كانت يعني لو ما كانت مش بايده عم يعملها، هو عم يعملها طبعا بيقدر يكون عم يتحمل المسؤوليه هذه اللي مش موجوده عندنا بالمره يعني على الصعيد السياسي بس دفنتلي مشان يعني هيك دغري بيصير في مدافع عن انه انا مش انا اللي عملتها، بس انت بموقع القياده، انت بموقع القياده. اذا بدنا نحكي شويه بالبوليتكس، مع انه انا كثير كوربوريت، يعني انا متخصصه اذا بدك بالبروفيشنال وورلد، لا ما هي اداره بلد. اداره بلد، اداره بلد كثير بتشبه المؤسسات الخاصه. اذا بدنا نحكي شوي بالسياسه، اذا عندي فيجن، اذا عندي رؤيه بدي اوصل لمحل معين بلا مهارات اداريه ما بقدر. بعتقد اليوم برهنا بهيدا البلد انه اذا ما عندنا مهارات تنظيميه اداريه ما رح نكون فاشلين، ما رح نقدر نوصل للمحل. ومعنا وفشلنا، ومعنا وفشلنا، لازم نعترف بهالشيء ونشوف كيف بدنا نوصل. يعني انه اليوم واقفين هون نحن، اليوم واقفين بمحل مين بدنا نلوم فيه؟ إذا بتجي لتلومي حدا بالمنين؟ مش نحن ما عملنا، اللي عم نوصلهم، عم نوصل أشخاص ما عندهم. فإذا نحن كمان في إلنا بارت، إذا بدك أنا دائما بقول في إلنا بارت كبير من المسؤولية إنه مين عم نوصل على الهيدا. هلا ما عم نتهم حدا، ما عم نتهم كلنا، لأنه كلنا كنا بهالسيستم يلي هو ماشي. فإذا إذا عندي مهارات قياديه ما بتقدر تكون ناجحه الا اذا عندي مهارات مانجيريال اورجانيزيشنال، يعني تنظيميه اداريه، شخص المناسب بالمكان المناسب. انا ما بخلق ليدر، ما بخلق حدا، يعني لنقول بالشركه، لنرجع شوي على الشركات، اذا حدا اهله عندهم شركه وبعد ما قطع بهالمرحله الترانزيشنال من محل لمحل لمحل، تعلم من الاشياء الصغيره للاشياء الكبيره كيف تنعمل، لاذا بدي اقدر بعدين تو مانج سمون عم بيعمل اكون عارفه عن شو عم بحكي. بيجوا اذا حطوه دغري هيك باراشوتيه بمحل ما هو موجود،
بيفشل وبيفشل اللي تحته، ومشان هيك بتشوفي بعدين بصيروا يقولوا في جنريشن بتعمر وجنريشن بتهدم. مزبوط. ليه؟ لانه بتجي بس بتقعد، ما بتكون قطعت بالمرحله اللي فيها تعب. مش دائما تمن عمر، مش دائما سمتايمز انا بحترم الناس اللي بتقطع اولادها اذا كانوا عم ياخذوا وراهم بكل المراحل ليقدروا بعدين يستلموا عن جداره، مش لانه بس خلقوا بعائله كان عندهم هالمؤسسه اللي هن بينتموا لها. اليوم الليدر بيقدر يتعلم لكن يكون ايه طبعا، مش ضروري نقول هيدا خلق عنده قياده او عنده شخصيه قياديه وهيدا خلق ما عنده شخصيه. في ناس قيادية بتخلق عندها هالسكيل هالمهاره بدرجات اعلى من غيرها، وفي ناس بتحب تنميها، في ناس ما بتحب تنميها. بس كان في شغله بعدني عم بحكي عنها ما كفيتها، انه غير انه انا بدي اتحمل مسؤوليه، كمان لما بيكون في سكسس، لما بيكون في نجاح، بدي اكون قادره وزع هالكريدتس على هالتشارك مع العالم موجودين. هيدي كمان شغله ما بنشوفها بلبنان مثلا، انه اللي بده يوصل قليل لي وصل حدا معه. هيدي مش من مهارات القياده. مهارات القياديه هي انه انا لما بوصل بدي اوصل هالاشخاص اللي بتقدر توصل معي، اعطيها كريدت انه انا ما بقدر اوصل لحالي، في تيم طويل عريض، في اشخاص اشتغلت كثير لقدرت انا اوصل. فاذا لكون ليدر بدها تضحيه كثير، منا مثل ما العالم بتفكر انه انا حطيت بموقع قياده وخلص قعدت وارتحت. لا، بدي تو شير سكسس، انا نيد تو بي اكاونتبل فور ذا بيبل يلي هن موجودين معي، يعني بدي اكون مسؤوله عن اغلاطهم واغلاطي، وبدي اكون عم بتشارك معهم كمان بهالنجاحات. يعني بنقدر نشوفهم اذا مسؤوله عن اغلاط الاخرين، فاذا اختياري لهالفريق لازم يكون اختيار ناجح. بس طبعا بنفس الوقت ممكن يكون مش قصة الاختيار هو مش ناجح، الكوميونيكيشن اللي كنت عم تحكي عنها بالاول، هالتواصل هالتعاون اللي عم بخلقه منه تعاون ناجح. مزبوط. يعني اذا انا لنقول كنا عم نعطي اكزامبل طياره، لنقول صار في عطل بهالطياره، اذا انا بضلني مخبيه هالعطل بس لإلي از بايلوت از كابتن، بس مخبيه هالعطل لإلي ما عم بتشارك فيه مع، مش ضروري الناس لعمل لهم بانيك، بس الكرو يلي موجود معي، اذا بدك الكنترول روم او العالم يلي بتساعد المهندسين، كيف بدي اقدر حل المشكله؟ تحل المشكله بدي اجي اقول لهم انا اليوم واقعه بالمشكله، بدي مساعدكم، والا ما بيقدروا. كمان من صفات الليدر انه يكون ترانسبيرنت، يعني ما بيقدر يكون عنده اجندا هيدن اجندا. انا دائما كانوا يلوموني انه كثير ترانسبيرنت مع الانر سيركل تبعي، حتى لما عم بعمل غلط بيجي بقول لهم انا هون عم بعمل شيء منه مزبوط، بس اذا ما كنت صادقه معهم ما في اجي اقول لهم ليكو كبيت حالي ببحر غميق وانا ما بعرف اسبح، وهن مفكرين انه انا بعرف اسبح، ما راح يطلعوا علي. بس اذا انا قلت لهم ليكو انا رايحه كب حالي بمحل كثير غميق وانا ما بعرف اسبح، هالانر سيركل تبعك بده يضل عينه عليك على طول، مشان بس تحس حالك عم تغرق يقدر يشيلك. فاذا بدي اكون ترانسبيرنت مع هالناس اللي 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 هن اتليست الانر سيركل تبعي، بدي اكون شفافه بتعاطيه معهم، ما بدي يكون عندي اجنده مخبيه او ادعي انه انا شيء وانا شيء ثاني، ما بقدر. حكيتي عن التعاطف مع ال compassion، ايه عن التعاطف مع الناس يلي بيكونوا محيطين، هالتعاطف اوقات يعتبر ضعف. مزبوط. ثانك يو كاتيا، لانه عم بتسيبيهم على قد شغلتين حكيت عنهم. هلا في كمان نقطه ثانيه بدي ارجع لها، التعاطف مرات لما بتكوني، بدي استعمل كلمه ثانيه، لما بتكوني مهذبه او لما بتكوني بمحل عارفه حدودك، ما بدك تاذي شخص ثاني، الناس بتاخذها كانها ضعف، ولكن هي انت محترمه حالك بالمحل اللي انت فيه. هون بيتعلم الواحد مع الاكسبيرينس، ما بتخلق معه، وانا من الاشخاص اللي وقعت فيها كثير كمان، انه هالباوندريز اللي انت تربيت عليهم، انه ما بدك تاذي حدا، ما بدك تهيني حدا، ما بدك تتخطي شعور حدا، الناس بتستغله كضعف. هون مع الوقت بتتعلم كيف تحطي لهم حدود. مشان هيك انا دائما بقول خلوا دائما الطابع عند الشخص الثاني، يعني انا اذا حدا غلط معي اليوم بجرب قد ما في انه ما رد الغلط، بصير الشخص الثاني دائما مش عارف كيف بده يرد لي هالشيء، انه يقول لي سوري بطريقه معينه، اذا عرف يرجع يصلح بكون رجعنا نقدر نظبط هالريليشن شيب يلي موجوده، واذا ما عرف اصلا ما بدك اياه بالانر سيركل تبعك، ما بدك اياه ضمن الكادر تبعك. رح اطشك بعد مره بس لاقول لك انه في شيء حكيت عنه اول ما بلشنا كثير حبيته، انه القياده مش بالضروره تكوني بموقع كثير عالي لتكوني انت يور ليدر. مرات بشوف اولاد بالفرصه حدا صار معه شيء مشكله، بيركض ولد ثاني بيساعده وبياخده عند المدير ليقول له انه هون صار معي مشكله، هي كمان قياده.
My grandmother is a great leader. She never went to a job in her life. يعني ولا مرة كان عندها وظيفة. ولكن دارت عائلة كاملة وصلتهم لمحل ما هي بتحب توصلهم. بيرجعولها. بيكونوا بيرجعولها. طبعاً. She has an amazing mind. يعني عندها إذا بدك مهارات فكر فظيع. وهي ولا مرة كانت بولا وظيفة. دايماً كانت بس عم تهتم بعائلتها. ربت عائلة all for one and one for all. كلهم بيركضوا على بعضهم لما بيعوزوا بعضهم. لأن again it's about the people. فإذا ما بالضرورة أنه يكون واحد بموقع قيادة عالي أو هيك. أنا بدير حياتي الشخصية. أنا leader of my own life. leader بيخلق ثقة فإذا عند الآخرين. طبعاً بيخلق ثقة وبيخلق دعم وبيخلق communication. يعني بينميها مع الوقت. محبة. بدي أرجع أقول مع أنه أنا بشتغل بشركات وبشتغل بمحلات لازم تكون دايماً عم تعمل ربح. بس الأولوية دايماً هيدا البرسبكتيف طبعي. هيدا المنهج اللي أنا بتبعه. وبعتقد المودرن management كلها هيك. It's about the people and it's about leading with passion. ما في شيء فيك تعمليه بالحياة ما عندك شغف له على الآخر. ومش بالضرورة أنه نجاح شخص تاني يكون عم بيسبب فشلك بالحياة. بالعكس أنا إذا ناجحة بدي كل اللي حوالي يكونوا مبسوطين. إذا اليوم طلع لي بونس إذا ما تشاركت فيه مع كل اللي حوالي يعني إذا ما رحت اشتريت لكل حدا بعرفه شيء ما بكون مبسوطة. دونك هيدا شيء كمان بتنميه بحالك. مش دايما كنت هيك. بالأول كنت لا لازم تكون الأولى بالصف لازم تكوني بعدين لا ليه بدي أكون الأولى بالصف بدي أكون شاطرة مثل اللي حدي. أنا شاطرة بـ A هو شاطر بـ B حدا تاني شاطر بـ أنتوني حدا بعقد he loves food. اوكي سو هيز ا ليدر ان هيز اون دومين وانا ليدر باللي انا بعمله. دونك مش نجاح الثاني ما بياثر على نجاحك وحتى لو بنفس الدومين لانه نحن عم ننبش عن السعاده بالنهايه. ايه بالنهايه بدنا نكون اكيد بدنا نكون مبسوطين. طبعا بدنا نكون مبسوطين بدنا نكون عندنا كل هالمهارات بس بالاخر شو ما فينا نكون مبسوطين لحالنا بدنا نكون مبسوطين مع بدي يكون في شو بيفرق بين مادر تريزا وبين هتلر؟ اثنيناتهم عندهم نفس اذا بتطلع على ليدرز كلهم عندهم نفس الكاركترستكس مشان هيك بلشت بالفيديو عندهم نفس الكاركترستكس. انا عندي فيجن عندي اراده عندي موتيفيشن عندي ناس بتلحقني عندي ناس بس شو بيفرق بيناتهم البيربس شو الهدف؟ الهدف انه انا اكون بانفايرمنت هيلثي انفايرمنت. مش من زمان كنت بشركه كان فيها مشكل بالاخر قلت لهم اذا هالمشكل بده هن كانوا اثنين اشخاص كثير اصحاب بالاساس فتحوا شركه مع بعض هالمشكل بده ياثر على الصداقه اللي موجوده بيناتكم بلا الشركه لانه الصداقه اللي بيناتكم عمرها سنين 30 سنه اور وات ايفر اهم بكثير من هال انتم عملتوا اصلا الشركه لانكم هالقد بتحبوا تكونوا موجودين مع بعض. في شغله كمان بنحكي عنها بعد معنا وقت بعد معنا شويه وقت بدنا نحكي عن الليدرز غلطه كومن بين المانجرز مش بين الليدرز وقليله تصير بين الليدرز لانه الليدر بالاساس ما عنده ايجو ما عنده هيدا ايجو شو بيقولوا له الغرور. اوكي سو المانجر بكثير محلات حكيت عنها قبل رح ارجع احكي عنها اليوم بيكون عنده انفستمنت بمحل معين بصير استثمر مصاري تايم كابيتال اشخاص وقت بيستثمرهم بمحل معين وات بروفز ببين انه هالمحل فشل لما ارجع عن قراري تبرهن انه انا ما عملت غلط بصير استثمر اكثر بصير حط مصاري اكثر وقت اكثر كابيتال اكثر ناس اكثر كل شيء اكثر كل الريسورسز اللي عندها اياها الموارد اللي عندي اياها بصير كبها بهالمحل بس لبرهن انه انا ما كنت غلطانه. بدي اقول انه الليدر بيعرف وين بيوصل بمحل ما بيقدر بقى فيه يستثمر اكثر من هيك ويقول هون enough investment I have to move to something else. So أنا كقائد أو كليدر بمحل ما أنا موجودة بدي أكون عارفة إنه في محلات معينة بدي أوقف الاستثمار مش دائما كل ليدر بيكونوا بنجاح دايم ومتواصل لا كل ليدرز اللي شفناهم بالفيديو اللي بلش هن ليدرز شافوا الفشل عدة مرات بمحلات كتيرة ضل عندهم persistence ليغيروا الطريقة تبعهم ليرجعوا يوصلوا لهدفهم. فإذا الفشل كتير هو اللي بيوصل لل Thank you ساندريلا يعني Thank you حكينا كتير بدايتهم كتير حلوة معيك ساندريلا مجاعس اختصاصية بالموارد البشرية مستشارة شركات أساس الجمعية. أهلا وسهلا فيك Thank شكرا you, كتير Thank you كاتا Happy New Year يا هلا وقفي هلا ومنرجع منتبع لايف.